بسم الله الرحمن الرحيم. أبي؟ نعم يا أبي. أنت بدك تحكي مع عبد الكريم المختار؟ بخصوص شو؟ شو بخصوص شو يا أبي؟ بخصوص الكذبة اللي كذب عليكم إنه أنا متت بحرب البلقان، وعن طريقة جوز بنت أبو كارم لابنه أدهم، شو نسيان يا أبي؟ لا ما نسيت يا أبي، بس ليجي وقتها بنحكي معه. وإمتى رح يجي وقتها يا أبي؟ إمتى؟ يا أبي الرجال عتبان علينا. تذكر لما رحت عنده ودقيت الباب عليه وهم ما كان موجود بالبيت؟ بقى لا يبرد الموضوع شوية، هلا مو وقتها. أبو راشد وشو دخل هي بهي؟ لك شلون شو دخل هي بهي؟ أنت عملت شغلة كبيرة ومنيح اللي انقضت الشغلة على خير، يعني كان لازم تروحوا وتستسمحوا. يا أبي أنا شو عملت؟ أنا رحت تهجمت شي على بيته ولا نطيت من على سطيح وكشفت الحريم؟ رحت مثل الخلق والعالم دقيت على بابه وطلع لي ابنه وحكى معي. ولو كان يا راشد، عيب تروح لعند الجماعة وتدق الباب عليهم، خصوصا انه المستورة اللي عندهم كانت مرتك. بس الشغلة اللي عمل المختار اكبر مني، اكبر منا بكثير ابو راشد، ولازم نحاسبه عليه. طيب مو لحتى نتأكد انه المختار كذب علينا بالاول؟ لكن ما بصير نتهم الرجال بدون ما نتأكد منه. هي تأكد يا بي وواجهه، واذا ما حتواجهه انت رح واجهه انا. لا دير بالك انت، لا تعمل شيء، انا بهاليومين بفتح معه الموضوع ومتاكد من كل شيء. ماشي بامرك يا باشا، لا حستنى هاليومين لشوف شو حيصير معك.